I feel the baby's kicking. You're kidding. Oh my god. How it feels? أول مرة. علي. علي. Surprise! No way. No way. Oh my god. Ricky, oh my god. What do you think? I will not come. Oh my god. I can't believe you made it. Honestly, ما في أي شيء. أنا كنت عارفة. أنا كنت عارفة ما حكيت أنا وياها. كون لازم نسمي البيبي بيخلصوا قالوا لا في فرق منيح بتعرفي شو المشكلة انه هيدي سوفت تاتش عاملينها وقت عملوا السبراي شكله اللون غمق يعني حتى من هون شوف ال افتح هلا هي ما طلع لها سامبل بس بس بتزبط يعني اكيد بتزبط ما تعصبي فيها وبعدين في شغله ثانيه كنت عم طلع على الباكجينج بشو اللي عنا اياه نحن كان المفروض الشامبو كمان يكون ابيض واحمر السامبل نحن كنا عاملينها زهره ايه ليه بعتوها بينك نحن غلطنا مش هن So it's fine. يعني بس منغير هيدي على الأبيض اللون ظابط وعندك هيديك ترجع بتظبط لونه. إيه بس علي ما بقى عنا وقت. شوفي شو حنعمل حنبعتلهم السامبل تبع البرودكت اللي عم ينزل هلا إيه. كمان لأنه it's soft touch وطالع بينك مزبوط حسب البانتن بساعتها هني بيركبوه على أساسه بغض النظر إذا طالع معهم البانتن مزبوط ولا لا حسب الريفرنس. ما فينا ننزل هيك برودكت على السوق يعني هيدا خلص دونت وري دونت وري نحن بنظبط على حال اذا فيك بس ترجع تدقي لهم اليوم تو ميك شور انه نخلصها قبل حبيتيهم ايه؟ لا بصراحه ككواليتي كثير حلوه وحد بعض بيطلعوا حلوين يعني هلا اذا صابوا اللون مزبوط بيطلعوا حد بعض كثير حلوين لا خلص بعتني لهم اللون اللي انت بدك اياه خلص بيرفكت بدك اي ساعه مع الدكتور؟ هلا هلا ايه طيب بس هيك انفقست لأنه كنت ناطرة السامبل يوصل يعني محمس تشوف انه أنا ما كان بدي خبرك كرمال ما تنفقسي صراحة بعرف بس انه خلص هلا ان وان ما ناقصني ابدا بلشت ماي براند تيك مي تو وندر بال 2017 ودغري لقيت نجاح كتير كبير والعالم حبت البرودكتس تبعونا وحاليا عم نشتغل على برودكتس جديد كتير محمسة انه تشوفون قريبا لما وصلت على المكتب ولقيت انه السامبل وصلنا غلط كتير انفقست كتير عصبت لأنه نحن مجبورين نسلم على الوقت ومجبورين نعمل لونشينج على الوقت بس بالنهاية أنا بوثق بماي تيم وبعرف أنه رح تنحل كل الأمور هلا عرفنا عملنا الجندر ريفيل في احلى من البنات صراحه نحن اصلا بدنا بنت بس انا اي واز شور انه صبي لانه كذا حدا زلق ويقلنا صبي ويقلنا ازرق من ايفنت بلانرز وهيك تو فابيان لهلا اول از جود من يومين قشط ضغطي ما كنت مروقه مزبوط ف اي جوت ديزي قشط ضغطي وخفت صراحه اتس نورمال هلا يبلش قشط الضغط بالبريجنسي اكيد يعني هلا بالسكند وثيرد تايم بس كثير قشط الضغط ما تخافي اذا قشط ضغط ضغط الوطي ما بيخوفنا بالحبل اوكي تقعدي بتعلي شوي شاكي بتاخدي مي وسكر كله طبيعي يعني اوكي ما بيخوف ابدا الضغط العالي بيخوف ضغط الوطي ما بيخوف قد ما يقشط الضغط بتدوخي شوي بتقعدي بتعلي شاكي بيمشي الحال بيخلوا لك وزنك وضغطك وبنرجع نعمل ايكو سألك إذا بدي فجأة بيبي مون يعني نسافر محل مالديف 7-8 ساعات
considered a long flight. أحسن بليها هلا على side 23 weeks وهيك. يعني لو حتى محل قريب. قريب ماشي الحال short trip يعني بس شو بدك بهالشغلة هلا؟ لا سمح الله في عندها نوزيا فوميتينج تتعب عملت شوية بليدينج شو حتتلبكوا 100% وخاصة إذا محل بعيد أصلا إذا في حال قررنا نعمل حالة شهوة لأسكو أجان إذا محل قريب ولا تخذني معكم أهلا وسهلا عم ناخذ القياس أوكي 95.7 هيدي سيكونفيرنس تبع راسها هون دكتور بتحس حتشبهني الي او تشبهه اكثر؟ اعطيه اخذي اكثر من عالي الهيئة لا متفقنا هيك تمام ايه عن جد ايش؟ شفتي؟ ايش؟ هي أول مرة منزور الدكتور بعد ما عرفنا إنه معنا بنوت we did an echo والحمد لله everything is fine طلعت البنوت تشبهني كمان لا بتشبهني لا شفت على المونيتور مبين تمها كبير حنعمل 3D scanning وحتشوف انه بتشبهني اكتر بكرة بتشوفي انه بتشبهني اكتر هلا اوكي بيقولوا انه اول ولد معقول يشبه البي اكتر بس بهالحالة في exception حتكون بتشبهني اكتر اصلا ما عندي مشكلة اذا بتشبهك catalog that I've created over the years. So we've been 13 years in the making. So it's a little yeah, catalog that I've put together of all the things that you need. So if you go just to the middle page, you'll see that you have a complete checklist. This is amazing actually because we were a bit worried about all the stuff that we need and this just sums it up. So we've had an argument about this. I was telling her that the baby should sleep in his room or in her room actually. And she's saying no, she has to sleep with us. I'm kind of obsessed, you know, so I want the baby to be like next to me. Every time, like you can have a compromise, like first 3 or 4 months in the room, and then afterwards alone. So هلا بلش the exciting part بما انه عرفنا انه معنا بنوت. كتير انبسطت انه رحنا لنعمل شوبينج. وكمان انبسطت انه التقيت بياسمين وفسرت لي انا لشو بحاجه وشو لازم جيب كاول ستيب ف اي كانت ويت انه جيب كل اغراض البيبي ونفرش الاوضه وياي ام سو هابي الله علي شو كيوت حلو ما هيدا مهضومين علي شو حلوين او ماي جاد I love. لا بس لحظة white. أنا قلت حبة ضيعة. white لأنه لنلبق لنعمل ماتشي. بدنا نعمل ماتشي عليه. بوجور توي يا ريت كانت pink. هلا بتسألون إذا عندهم وحدة نفسها على pink. بس كثير كيوت أو ماي جاد. باريني كاتب شو حلو. يا ليس هذا للخمس سنين؟ طب ما علي لوقتها يمكن برجع اشوف هيدا الموديل بكون اصلا يمكن بطل داري عن جد ولا بلا ليك 2-3 years تو ثري ييرز يعني بعد ما ولدت اعوذ بالله رديت طب ما علي خليه شو خليه لو عملت 3 سنين بينتزع بيروح لونه سنتين علي لا ما السنه دغري بتقطع اليس نجيب سكوتر بعد شوي شو رايك؟ لا شفتيه او ماي جاد هاي اتس كيوت اوكي لا لحظه عندي نفس الاوتفيت يا شو مهضومه بيك كمان ايه ده هندس او ماي جاد اليوم كتير هولي كمان بنعملهم كاستم ميد ايه ايفن ذا سترولر بس انف فور توداي طب لحظه بدي ليك ما لازم اتمرن اوكي بدك احشنهم بالمحل انا مركب لحظه شوي بس عم بتمرن بس اي لاف ات على فكره اي لاف ات يعني اليس بمحل التياب كانه ولد صغير بديزني لاند بطلت عارفه حالها شو بدها تجيب وشو بدها تشتري انا مأكد يعني من هلا لتوصل البيبي يعني حيكون عندنا تياب لخمس سنين لقدام لازم تغير تيابها 5 مرات بالنهار وحتى هي ونايمه تغير لها بيجامتين صراحة they have beautiful stuff
for the baby. كتير حلوين. وكتير تحمست. بعدين فرد مع حالي you can find everything you want. يعني حتى البروشور هلأ بنقريها وبعدين على رواق منشوف عن جد what we need. أصلاً بدنا نشوف شو بدنا نعوز أول شيء, يعني بدنا نجيب أول شيء الأساس. صح. وكل شيء. Basically, يعني لا, I'm happy صراحة. Like everything is going well. حتى gender reveal was perfect. We had a lot of fun. It's a very nice memory. Exactly. I'm excited to what's to come. وهلا بدنا نبلش نحضر قوت البيبي. ليك عم فكر نعمله. أول شيء we need to choose a name كمان. الاسم اتفقنا عليه. لا ما اتفقت أنا على شيء. اسم يبلش بحرف الـ A. أوكي, عليا مثلاً. A و L. أوكي, بس لا مش عليا. مع إنه حلو الاسم. بلشنا. علي لا, انه في غير اسامي, في الكسندرا طويل في كتير ولو حرام اول سنتين بالمدرسه بكتبون اسمهم على كل الصفحات تقعد تكتب الكسندرا على اليس الصغيره اليس الصغيره هبقى اليس واحده ما مخلصين باي ذا واي بدي خبرك شغله وقت كنا عند الدكتور اي اسكم اذا فينا نروح بيبي مون كان بدي اعمل لك سربرايز نروح على المالديفز بس apparently it's such a long flight ف it's not safe and it's better not to take risk قال لك الدكتور قال لي انه لا سمح الله اذا صار معك شيء برا مش مثل هون you will not have the medical attention you need especially انه هونيك عم يروح على ايلاند اوتيل و it's a very long flight و it's your first pregnancy and the risk is high ف انا لو قلت له المالديف كنت قلت لك اكيد نو حتى قلت له اذا محل قريب قال لي انه ليك قريب انه why not فينا لا He prefers انه not to take the risk at all. لأن كان كتير عبالي اعمل لك سربرايز وبعرف عبالي بيبي مون. بيبي. We'll do it after you give birth. بناخذ معنا عالية الصغيرة. بناخذ لا انا كمان بفضل انه خليها هوم يعني. ما نسفر اول شيء صراحة. كمان علي انه why not why يعني ليه؟ انه خلص ريكا سيف ان هير كونفورت زون بالبيت. I'm so happy baby. انا كتير. Can't wait. أنا كمان I can't wait. For her to arrive. وبتعرف إنه I can't wait إنه نبلش نحضر الأوضة. بلك شغلة علي. أنا I'm happy إنه I got pregnant بهذا الوقت. لأقول لك ليه؟ لأنه يعني حلو الوحدة تحبل ب spring summer. وتخلف بالشتويه لكن صراحه يعني اي البريجننسي ماستر على اللايف ستايل تبعنا والحمد لله توزيزه and I'm excited for the next chapter انا كمان with you and baby Alicia Alicia is nice حلو الاسم حلو ولا طلع معي it's an option بس حلو انا بعيت اليسيا صغيره علي اليس and Alicia very nice كنت كثير حابب اعمل سربرايز لاليس وفجاه بيبي مون بس للاسف الدكتور ابدا ما نصح Alice, at this stage in her pregnancy, it's better to stay safe وترتاح. وصراحة أبداً ما حابب أخذ ريسك وحط حياة أليس أو حياة البيبي بأي خطر من أي نوع كان. صراحة مزبوط أنا ما كنت حابة أخذ هذا الريسك خاصة إنه يعني كتير أخذ معنا وقت لحبلت ف I don't want to take the risk. ما بدي يصير معي any complication واندم بعدين. It's okay. فينا دايما نعمل بيبي مون ودايما نسافر. الأيام جاية وهلأ المهم إنه ننبسط بـ the baby. صراحة I'm very happy. أنا مأكد إنه في moments ما كانوا حيكونوا documented لو ما كنا عم نعمل هيدا السيزن. Well, I'm sure this is the greatest gift we can give our daughter. فينا بعد سنين لقدام نرجع نحضرهم with her وتشوف قديش كانت محبوبة قبل ما تجي على هالدنيا. What was happening before she arrived. I'm really happy about it and I can't wait to watch it again with her. وأنا I'm so sad that the season is over. حبينا نشارك معكم لحظاتنا الحلوة ومش حلوة سو كانت تجربة كتير كتير حلوة. و I can't wait نرجع نلتقى فيكم قريباً لنكمل هالجورني مع بعض.